السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي. معكم ميسيو محمد شعبان، وأنت بتتفرج على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسيو محمد شعبان. الحمد لله قدمنا الفيديو اللي فات عن الدرس التمهيدي للوحدة الثانية. إن شاء الله النهاردة موعدنا مع الدرس الأول من الوحدة الثانية من منهج اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي. إن شاء الله قبل ما نبدأ على طول لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو انت سامع الصلاة على النبي يبقى لازم تقول زي بالظبط، ما تسمعش وخلاص، قول بلسانك تمام. تاني حاجة، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو انزله على طول. لو انت برضو لسه جديد في القناة ومش عارف توصل لاي فيديو على القناة لأولى او تانية او تالتة، في لينك تحت وصف الفيديو هتلاقيه، خش على الفيديو هيعرفك ازاي تخش لأي فيديو في القناة وازاي تشترك وتفعل الجرس تمام. يلا على طول نخش على الدرس الاول من الوحدة التانية. الدرس ده يا شباب بيتكلم عن الأطعمة والمشروبات، وعنوان الدرس اصلا بيقول بغلي ديز اليمون اي دي بواسون، التحدث عن الأطعمة والمشروبات تمام. الدرس طبعا كله بيتكلم عن الاكل والشرب، فانت لازم عشان تذاكر الدرس دوت كويس قبل ما تخش على كده تكون ايه، واكل كويس وشارب كويس عشان ايه بطنك ما توجعكش او تقول لك انا عايز اكل وانت بتذاكر فتقوم وتسيب المذاكره تمام. طب الاكل دوت عباره عن في منه لحوم ودواجن وانواع كتير جدا هناخدها حالا تمام. مطلوب مننا ايه في هذا الدرس؟ مطلوب ان احنا نتعلم اسماء الاغذيه والمشروبات، الهرم الغذائي وهنعرف دلوقتي يعني ايه هرم غذائي، وافعال اللي تستخدم مع الاكل اللي بتستخدم مع الاكل والشرب زي مونجي بواغ بغندر اللي هم ياكل يشرب يتناول، وبقى في القواعد بقى ادوات التجزئه والوجبات بقى والحاجات اللي بتحتوي عليها الوجبات سواء الفطار او الغداء او العشاء، وتعبيرات خاصه بالاحاسيس اللي هي انا جعان انا عطشان وهكذا. يلا بينا اول حاجه نخش عليها هي كلمات الدرس. كلمات الدرس يا شباب، اول حاجه النو ماسكولان الاسماء المذكره، ان غيبا غيبا بوتي ديجيني لو بوتي ديجيني لو ديجيني لو ديجيني لو غوتي غوتي غوتي. هنا يا شباب بمعنى اللي هي الوجبه الخفيفه اللي احنا ممكن ناكلها بين الوجبات، يعني انا فطرت اتغديت فجيت مثلا بعد الغداء بساعتين ثلاثه كده حسيت ان انا جعان فاخد تصبيره، تصبيره اللي هي جوتي. العشاء لو ديني ديني، الطبق بلا بلا ام بلا، ان كوميرس ان كوميرس اللي هو المحل التجاري، ان بغدوي بغدوي، ان ليتر ليتر، لو سيل لو سيل، ان فريغو فريغو فريغو، ان ساندويش ساندويش، ان منو منو، دوسير لو ديسير لو ديسير، ان فروي فروي، ان ليجيم ان ليجيم ان ليجيم، لو شامبينيو 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 اللي هو عيش الغرب، دي سيريال دي سيريال، لي زانغريديون انغريديون انغريديون، لي زانغريديون، لي زاليمون لي زاليمون لي زاليمون. نخش على نو فيمينا. النو الفيمينا اللي عندي ان بواسون بواسون، إن بوتي بوتي، إن أومليت أومليت، إن فوا إن فوا، إن بول إن بول اللي هي البولة بتاع الآيس كريم اللي هنا الراجل بتاع الجيلاتي بيعبي لنا بها الجيلاتي اسمها بولة، هنا بقى اسمها إن بول. لا نوازيت نوازيت، إن بيتزا بيتزا ان بيتزا اللي هي البيتزا، ان اليمنتاسيون اليمنتاسيون اليمنتاسيون، لا سانتي لا سانتي، ان كاتيجوري
كاتيجوري كاتيجوري ان ريسيت ريسيت موديراسيون 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 لا كونسوماسيون 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 دي فين وزيري فين وزيري فين وزيري فين وزيري فين وزيري يعني اللي هي المخبو زاد. الفيرب كونسومي كونسومي يستهلك كونسومي ريسبكتي ريسبكتي كوبي كوبي اشتي اشتي لافي لافي انفيتي ا انفيتي ا بونسي ا بونسي ا ليميتي ليميتي بروندر بروندر فولوار فولوار متر 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 مكرير 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 يا لو يخس مكرير. التابلو بقى دي يا شباب اللي قدامي في الأطعمة والمشروبات اللي موجودة عندنا في الدرس. des aliments et des boissons. أول حاجة عندي لافوكا لافوكا اللي هي ثمرة الأفوكادو. لانانا لاناناس لاناناس لي غيزا غيزا. مهم جدا يا شباب احفظ الكلمة بالأداة بتاعتها عشان هتفرق معانا لما نيجي نشتغل على القواعد. لي غيزا لو كيوي لو كيوي لابوار بوار لابوم بوم لافريز فريز لا تومات لا تومات لا بانون لا بانون لا بيش لا بيش لورانج لورانج لي سيريز سيريز اللي هو الكريز سيريز لو شامبينيون شامبينيون لو كونكومبر كونكومبر لو بوافرو بوافرو لو كونكومبر اللي هو الخيار كونكومبر ولو بوافرو اللي هو الفلفل الرومي بوافرو لي اريكو لي اريكو فير اللي هي الفاصوليا الخضراء. وعايز الفت انتباهك هنا ان حرف الاش في كلمة اريكو هنا مش هيتقل مش هيعمل فيه حاجة اسمها ربط صوتي يعني مش هيقول لزاريكو لا هنا هقول لي اريكو فير. هنا الاش يعامل معاملة الكونسون تمام الحرف الساكن هقول لي اريكو فير لي اريكو فير. لي كاروت لي كاروت لا بوم دي تير لا بوم دي تير لا كورجيت كورجيت الكوسة كورجيت كورجيت لا سالاد لا سالاد ان ديابولو منت لا ان ديابولو منت ان سيرو ان سيرو ان جيس دي فيروي جيس دي فيروي عصير فواكه لو صودا صودا لو كوكا كوكا ان بواسون غازيز ان بواسون غازيز لو كافي لو كافي ان كافي اولي ان كافي اولي لو مينيرال لو مينيرال لو شوكولا لو شوكولا لو سيترو سيترو لو تي لو تي لو تي لولي لولي اللبن لو ياور لو ياور اللي هو الزبادي. طبعا هنا تلاحظ ان اللو جاي بعدها اجريك بس طبعا ما تشتبه الا بصرف في الكلمة دي لازم تخلي بالك منها جدا. لو ياور لو فروماج فروماج لو جرييير جرييير ليزو
لزو. هنا البيض لزو، لو بيضة واحدة هنشيل منها الاس وهتتنطق ساعتها الاف، هنقول لف لف يعني البيضة، انما لما تكون جمع الاف مش هتتنطق لزو. تمام. لو بيغ، لو بيغ اللي هي الزبد، لو بيغ. لويل، لويل الزيت. ان كرواسون، كرواسون اللي هو الكرواسون. دي كوكي، كوكي بسكويت بالشوكولاتة، كوكي. لوغي، لوغي الأرز. لو مايس، لو مايس، لو مايس. لو بان، لو بان. لو بسكوي، بسكوي. إن باجيت، باجيت. إن باجيت اللي هو الخبز الطويل. لي بات، لي بات، لي بات اللي هي المكرونة. لي لونتي، لونتي اللي هو العدس. لونتي، لي لونتي العدس. لو سيل الملح، لو سيل. لو سكر، لو سكر، سكر. لو ميل، ميل. كونفيتير، كونفيتير، كونفيتير. فرياندز، فرياندز قطع مختلفة من الحلوى. فرياندز. بواسون سمك، لو بواسون السمك. لو تون، لو تون اللي هي التونة. لو سومون، سومون. لي زويتر، لي زويتر، لي زويتر اللي هو المحار. لو سوسيسون، سون سيسون، سون سيسون سجق. لو بولي، بولي. لا فيوند، فيوند. لا كريفيت، كريفيت. لا نوازيت، نوازيت. لي بومبون، بومبون اللي هو البونبوني. التابلو بتاع صفات وحروف جر والتعبيرات المختلفة. أول كلمة بتقول عندي ديليسيو، ديليسيو يعني لذيذ، ومؤنثها ديليسيوز. اكسلون، اكسلون، اكسلنت. كوتيديا، 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 كوتيدين. سانفورماسيور، سانفورمي سور، سانفورمي سور. ايديال، ايديال. لا بيراميد اليمونتير، لا بيراميد اليمونتير اللي هو الهرم الغذائي. ان ريجيم اليمونتير، نظام غذائي. ريجيم اليمونتير. ديز هابيتود اليمونتير، عادات غذائيه. ديز هابيتود اليمونتير. دي برودوي ليتير، دي برودوي ليتير. دي برودوي سكري، دي برودوي سكري. دي برودوي سيريليير، دي برودوي سيريليير، برودوي سيريليير. لي ماتيير غراس، لي ماتيير غراس. لي بات على بولونيز، لي بات على بولونيز اللي هي المكرونة بسباكيتي باللحمة المفرومة. لي بات على بولونيز. با دو تو، با دو تو اطلاقا. وخلي بالك من الحرف الجر ده او الدو ديت عشان بيجي لك عليها اختيارات، ممكن تقول لك دو ولا ديو، فانت تبقى مركز ان با دو تو اليو بتاعتها يو مش او. الا فوا، الا فوا في نفس الوقت. افوار فان يشعر بالجوع، افوار فان. افوار سواف، افوار سواف يشعر بالعطش. الهرم الغذائي يا شباب، لا بيراميد اليمونتير الهرم الغذائي. نيجي نقرا كده الكلام اللي بالعربي دوت. بيقول لك الهرم الغذائي هو دليل يوضح انواع الاطعمة المختلفة التي يحتاجها الانسان بشكل يومي، مقسمة ضمن مجموعات بطريقة توضح الكميات المطلوبة من كل مجموعة. يعني انا عندي الهرم الغذائي دوت الشكل اللي قدامك دوت، مطلوب ان انت تبقى عارف كمعلومات
ايه هي تقسيمات الاغذيه. عندي مثلا مواد سكريه، سكر بغدوي سكريه، مواد سكريه، مواد دهنيه، ماتيير جراس، لحوم واسماك وبيض، فيوند بواسون و او لي بغدوي لتيه، البان لبن ومنتجات الالبان، خضروات وفواكه، خبز ومنتجات حبوب ومشروبات. ومديك انا في النص كده على الهرم الغذائي دوت انواع الاطعمه اللي احنا قريناها من دقيقه. وعلى اليمين كده بيقول لك ان انت ممكن تاخد او يجب عليك ان انت تاخد الكميه قد ايه من كل صنف او كل كاتيجوري اللي هو الكتالوج او الفئه اللي موجوده في الصف من الهرم. زي مثلا عندي هنا كلمه ليميتي لا كونسوماسيون، يعني تقلل الاستهلاك، ليميتي الحد من الاستهلاك من السكريات والبونبوني والجاتو كده حفاظا على صحتنا. وبرضه هنا المواد الدهنيه ليميتي لا كونسوماسيون، نفس الفكره، نحد او نقلل من الاستهلاك منها. هنا بقى اللحوم والاسماك والبيض مره او مرتين في اليوم، تمام. وهنا الالبان ومنتجات الالبان دو فوا باغ جور، يعني مرتين في اليوم. وهنا الفواكه والخضروات اللي جيم الخضروات تغوا ا كاتر، من 3 الى 4 فوا مرات باغ جور، من 3 الى 4 مرات في اليوم. في غوي الفواكه من مرتين لثلاثة باغ جور في اليوم. الخبز ومنتجات الحبوب زي المكرونة والعيش والرز والعدس اشاك ربا في كل وجبة. وطبعا بقى المية والمشروبات من لتر للتر ونص من المياه في اليوم، تمام. ده هرم غذائي تكون عارفه كمعلومات لنفسك. On doit dire ce qu'on mange et en quelle quantité، يجب ان نقول ايه اللي نحن بناكله وباي كمية بوغ شاك كاتيجوري، من كل فئة من الفئات اللي جاية. الكلام اللي جاي دوت يعتبر هو تفصيل للهرم الغذائي اللي احنا شفناه حالا. بيقول لي لا بيراميد المونتير، الهرم الغذائي دوت لو فيرب افوار، لديه ست كاتيجوري، سبع فئات. الفئة السبعة من تحت كده اللي هي البواسون المشروبات، لو المياه، لو تي الشاي، لو جي دي فيغوي عصير الفواكه، لو سيرو المشروب، لو ديابولومنت مشروب النعناع. الفون يجب او يلزم، بواغ ان احنا نشرب او شرب، يجب شرب دو ان لتر، من لتر ان لتر اي دمي ولتر ونص دو باغ جو، نشرب من لتر لتر ونص في اليوم. اني فو با، لا يجب، بواغ شرب بوكو دي صودا اي دو كافي، لا يجب ان نشرب كثير من الصودا والقهوه. الكاتيجوري السادس با اللي هو الخبز، اي بغدوي سيغيليير اللي هي منتجات الحبوب، لوغي الرز، لو مايس الذره، لو با الخبز، لو كرواسون الكرواسون، لي بسكوي اللي هو البسكويت، لي لونتي العدس، لا باجيت اللي هو الخبز الطويل، لي بط المكرونه. الحاجات دي كلها اللي هي الخبز ومنتجات الحبوب. الفون يجب اتيليزي لي بغدوي دي سيت كاتيجوري اشاك ريبا، يجب ان احنا نستخدم من منتجات هذه الفئة في كل وجبة. الفئة الخامسة او سانك كاتيجوري، الفئة الخامسة لجيم افيغوي خضروات وفواكه، لا سلاد، لا كاروت السلطة، الجزر، لا كورجيت الكوسة، لا بوم دي تير البطاطس، لو كونكومبر الخيار، ديت مجموعة من الخضروات، لو غونج اللي هو البرتقال، لو غانزان العنب، الاناناس الاناناس، لافوكا اللي فاكهه الافوكادو، لا بانان الموز، لا تومات الطماطم. طبعا الطماطم مصنفه علميا تبع الفواكه، عشان هنا كده، عشان كده هي محطوطه هنا. الفون بروندا ليجيم دي 3 ا 4 فوا بار جو، يجب ان احنا نتناول خضروات من 3 الى 4 مرات في اليوم. الفون بروندا اللي في غوي دو دو ا 3 فوا بار جو، يجب ان احنا نتناول الفواكه من مرتين لثلاث مرات في اليوم. كاتر كاتيجوري الفئة الرابعة، لي بغدوي لتير اللبن ومنتجات الألبان، لو فغماج الجبن، لو ياغور اللي هو الزبادي، لو لي اللبن. الفو بروندر سي بغدوي دو فوا باغ جور، يجب أن نتناول هذه المنتجات مرتين في اليوم. تغوا كاتيجوري الفئة الثالثة، فيوند لحوم، بواسون أسماك، اللي هو البيض، لو بولي
الدجاج، لو بواسون، السمك، الأوف، البيض، لو سوسيون، لو سوسيسون، السجق، لا فيوند، اللحوم، لا كريفيت، الجمبري. Il faut prendre les produits de cette catégorie. يجب أن نتناول منتجات هذه الفئة أن أ دو فوا بار جور، من مرة لمرتين في اليوم. طيب الفئة اللي بعد كده هي الفئة بتاعت المواد الدهنية، أو الفئة بتاع المواد الدهنية دو كاتيجوري ماتيير غراس، المواد الدهنية، لويل لوبير، الزيت والزبد. الفو ليميتي، الفو ليميتي يجب الحد من لا كونسوماسيون، استهلاك دي سي برودوي، يجب ان احنا نحد من استهلاك هذه المنتجات. الفئة الأولى سكر بغدوي سكري، السكر ومواد سكرية، لو سكر السكر، لو شوكولا الشوكولاتة، لا كونفيتير المربى، لو جاتو اللي هو الجاتو. الفون ليميتي يجب أن نحد من لا كونسوميسيون دي سي بغدوي، من استهلاك هذه المنتجات. بس طبعا احنا ما بنرحمش في هذه المنتجات، سواء الشوكولاتة أو الجاتو ما بنرحمش، بس الأصح والصح إن احنا نقلل يا شباب الاستهلاك من الزيوت والزبدة والسكريات، لازم نقلل منها الاستهلاك عشان صحتنا. من أهم الأفعال يا شباب اللي بتستخدم مع الأطعمة والمشروبات، طبعا عايز أقول أكل أو أشرب أو أتناول، لازم هستخدم حاجة من التلاتة دول. عندي هنا تلات أفعال رئيسيين، فيرب مونجيه، يأكل، بواغ، يشرب، غندر، يتناول. طبعا تصريفاتهم مهمة جدا ولازم تتحفظ زي اسمي بالظبط. أول فيرب هو فيرب مونجي، ده فيرب مجموعة أولى بينتهي بـ OR، فتصريفه يعتبر بالنسبة لنا مفيش فيه مشاكل. أي فعل مجموعة أولى بينتهي بـ OR بنشيل الـ OR ونضيف نهاية المجموعة الأولى مع الـ JU مع الـ TOS مع الـ EL O مع الـ NO ONS مع الـ VO OZ مع الـ EL AVIC S ONT. طيب إيه الجديد هنا في فيرب مونجي؟ فيرب مونجي مع الـ NO، تمام، لو بنزود احنا او اللي هي حرف الاي، بنزود او ليه؟ عشان لو الاو ديت مش موجوده، لو الاو دي مش موجوده كده مثلا هتبقى ايه؟ هيبقى جي وبعدها او ان اس، هتبقى مونجو. هقول مونجو؟ لا، انا عايز احافظ على الصوت بتاعي بتاع الفعل، جو مونج، تو مونج، ال مونج، نو مونجو، فو مونجي، ال مونج، فلازم انا احط الاي او الاو عشان تحافظ لي على الصوت، يبقى نو مونجو، تمام. فيرب بوار، يشرب، جو بوا، تي بوا، إل بوا، الثلاثة دول بيتنطقوا زي بعض، نو بيفون، فو بيفي، إل بواف، تصريفه برضو سهل وجميل. فيرب بروندر، يتناول، جو برون، تي برون، إل برون، نو برينو، فو بريني، إل برين، تمام؟ احفظوا يا شباب الثلاث افعال دول وتصرفاتهم مهمين جدا، وفي تمرين موجود على التصرفات الافعال ديت هنحله كده مع بعضنا. هنا جو نوت هيبقى جو بوا. عايز افكركم يا شباب ان افعال المجموعه الثالثه معظمها لو اول مع اول ثلاث ضمائر بيبقى نهايتها اس اس تي او اس اس، مفيش يعني ايه مفيش، يعني مع الايل ما بنزودش حاجه، يعني اول ثلاث ضمائر، اول ثلاث ضمائر تصريف الفعل معاه بيبقى اس اس تي، اخره اس اس تي، وهنا اس اس مفيش، تمام. فالموضوع ده ممكن يسهل لك شويه في طريقه الحفظ وطريقه الحل. هنا جو جو اس اس مفيش، يبقى جو بوا، تمام، جو بوا اخرها اس. طيب ال مونج، هنا مونج ده فعل مجموعه اولى يبقى مونج اخره او. ليزونفون، هنا ليزونفوا ايه بقى اخرها او ان تي عشان جمع فاعل جمع، فو مونجي، فو مونجي، اون اون بيجي الفعل معاها بيتصرف كانه مصرف مع الايل، وفيرب فوار مع الايل بيبقى اخره تي اس اس تي. لو ماتا جو نوات دي جي، جو برون يبقى جو برون اخرها اس، تمام. سبعه نو بيغينو، نو بيغينو، تي تي اخرها اس، تي برون، ال برون مفيش اخرها اس، فو بريني اخرها او زد. هنستكفي النهارده ان شاء الله كده يا جماعه بالجزء الاول من الدرس. شرحنا النهارده الحمد لله الكلمات والهرم الغذائي وبعض المعلومات عن
الأطعمة والمشروبات والأفعال اللي بتستخدم مع الأطعمة والمشروبات. إن شاء الله الفيديو القادم إن شاء الله هنشرح فيه القواعد على السبورة زي ما احنا متعودين عشان تفهم وتبقى مستوعب كل حاجة، وهنكمل بالمواقف والإيميل والسوجيه في الجزء الثاني إن شاء الله. انتظرونا ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.